بسكس يا عصام جون بسكس بيرجع حارس المرمى بيلعب لعبة طويلة للدوري تسعة لكن قطع هو فاول احمد ياسين صار قاطع ورقم 10 يحترق مقطوعه كوره كده بيحطها لكن تظل تطلع برضه في مرمى على كان تيجي تلاقيها حارس المرمى هيحط رقم 10 هيحطها مقطوعه ويرجع كان عامل تاكل مواقع على ارض عايز الكوره طالع كوره كده جنب العارضه طبعا بنشكر الحاج عمر ابو عاطي طبعا على تواجدنا عنده ان شاء الله نتمنى فيه سنه عظيمة هذا المهرجان الناس كلها مبسوطه نتمنى تكون كانت مراعيه كده ايه كره طويله حارس المرمى الخضراء كده الصبح اتمنى نكون موجودين سنويا ان شاء الله لان كده كره العلم نكون موجودين معاه على طول لك عم ناصر ابو عاطي انور وعبد الله انور ومحمود انور وعلى طول وسامي زكي ايه كره طويله كده توصل لحارس المرمى بيجي حارس مرمى طريق الاصلاح بيحط لعبه طويله توصل احمد طه حارس مرمى احمد ربيع بيحط لعبه طويله احمد ربيع ما مش اي حد تسعه من اجل الاصلاح لكن بيحطها كده وكره صالحه هيعمل ايه كده كره صالحه لكن تطلع وبيلعبها ويشوف لاعب رائع ولا الدولة بتاعت فرصة الدولة بتاعت فرصة كمية الرقم تسعة الشوط حتى أنا حلوة أتمنى لي السلامة لا في قلب الإصلاح يا مسلم عشرة عشرة كانت هجمة خطر يلا في قلب الإصلاح لكن قطع مشكل اللي عايز ياخد من السماويش نسمع باذن الناس بره لو سمحتم ما تزعلش الدقيقة خمسة خمسة من الرابعة لجميع محمد بيلعبها أحمد ياسين وأحمد ربيع على طول على عبد الرحمن عبد الرحمن إيه شوف واحدة حارس المرمى الشوط على طول حارس مرمى فريق لاعب واحد بيتكلم كده على التماس محمد ربيع بيحاول ولكن مقطوعة ولا مسلسل فريق عزمة الإصلاح على فريق الطيران وعزمة العرب والسعداء المباراة القادمة على فريق الطيران وعزمة العرب والسعداء المباراة القادمة يحاول عشرة لكن قطع بيتكاس وفي الحرب راجع مساعد لأحمد ربيع يحطها على طول لبيتكاس هيعمل ايه؟ يحط واحد ناس بره لو سمحتم ناس بره لو سمحت عشان الكورة لو سمحت طب محمد ايش يطلع ناس معلش بره معلش كابتن عبد المحمود اول يوم اول يوم